يبدو أن الموت لم ينتهي من درنا بعد، حيث يواجه سكان المدينة محنة جديدة تضاف إلى مأساة غرقها أمام الفيضانات والسيول التي عاشوها منذ نحو 3 أسابيع. فقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عن اكتشافها تلوثاً جرثومياً في جميع مصادر المياه الجوفية ومياه البحر في درنا نتيجة تحلل الجثث واختلاطها بمياه الصرف الصحي، مما ينذر بخطر جديد على سكان المدينة وزيادة احتمالية انتشار الأوبئة والأمراض. وقد سبق أن سجلت السلطات الليبية 150 حالة تسمم جراء تلوث المياه منتصف الشهر الجاري، وطلبت من سكان درنا عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية واستهلاك المياه المعلبة، ويبدو أنه لا يوجد حل آخر قريباً.